السلام عليكم. حسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري، إجمالي السكان المتواجدون في قطر في بداية سنة 2022 هو 2,677,000 نسمة، وهذا العدد لا يشمل القطريون خارج حدود قطر. 12% فقط منهم سكان أصليون، أي ما يعادل 320,000 نسمة. وبلغ عدد الأجانب في قطر 2,357,000 أجنبي، ويبلغ إجمالي عدد الذكور القاطنين في قطر 1,941,000 نسمة، بينما يبلغ عدد الإناث القاطنين في قطر 735,000 نسمة. وهذه الصورة توضح التوزيع النسبي للسكان حسب البلديات، حيث تحتل الدوحة المرتبة الأولى ب 39.8% من عدد السكان، متبوعة بالريان ب 25%، ثم الوكرة ب 12.4%، وتتقاسم بقية البلديات 20% المتبقية. شكرا على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في هذه القناة.